إذن نتواجد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تتواصل أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي؟ هذا الاجتماع الذي يشارك فيه العديد من وزراء الطاقة وكذا ملاحظين، وقد افتتح الاجتماع وزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب، وقد أكد الوزير بأن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل إنجاح القمة. كذلك وزير الطاقة أكد بأن الجزائر تعد من الوجهات الهامة للاستثمار، خاصة ما تكسب الجزائر من طاقات أحفورية. كذلك وزير الطاقة أكد بأن الجزائر ماضية من أجل البحث عن تكنولوجيات جديدة في إنتاج الغاز، وهذا ما تحقق في إطلاق معهد أبحاث الغاز. كذلك كانت العديد من مداخلات وزراء الطاقة من مختلف دول الأعضاء في المنتدى، وقد أكدوا على دور الجزائر في إنتاج الغاز، وكذلك على هذه القمة السابعة التي جاءت في ظروف استثنائية وما يعيشه العالم. الآن نرتقب ندوة صحفية بعد قليل، ونشاهد الآن الصحفيين يتوجهون إلى قاعة المحاضرات، وبعد قليل كما قلت سوف تنتهي أشغال الاجتماع الوزاري، هذا الاجتماع الذي كان مغلق، وسوف نعطيكم بآخر التفاصيل حول هذا الاجتماع، وكما قلت الاستعدادات جارية من أجل إنجاح القمة التي سوف تعقد غد بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات والعديد من الوفود السياسية، وكذلك نشاهد حضور إعلامي قوي من مختلف الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز. عودة إليكم زملائي إلى استوديو المركزي.